تركيا على مفترق طرق. تركيا على مفترق طرق. أستاذ بستان، أي عنوان مناسب تراه في تركيا اليوم؟ هو الحقيقة أهم انتخابات في تاريخ سياسة تركيا. أستاذ إسلام، هناك أبعاد خارجية وأبعاد داخلية لهذه الانتخابات، وتركيا على مفترق طرق يتعلق بالداخل فقط أم بالداخل والخارج؟ بالفعل نحن مقبلين على انتخابات وصفت بالأهم في عام 2023. الانتخابات التركية هي أعمق وأكبر من كونها انتخابات تركية داخلية، فالعالم كله يهتم بهذه الانتخابات والإقليم كله يتابع، ونجد أيضا أن الصحافة الغربية قد دخلت في هذه المعركة الانتخابية بشكل مباشر وسافر، وكان المستهدف في الحقيقة المجهود الذي بذله الرئيس رجب طيب أردوغان طوال سنوات حكمه، وهناك محاولة جادة لإيقاف هذا المشروع وإيقاف هذه النهضة التي قام بها الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم. لذلك نحن لا نتحدث عن انتخابات تدار على المعايير الداخلية فقط، أو أن أطرافها هم الأطراف التي تواجه تحالف الرئيس رجب طيب أردوغان، بل هناك جهات لم تتأخر أو لم تخفي توجهاتها، وكان يعني أكبر هذه التصريحات ما صرح به الرئيس الأمريكي نفسه عندما كان في حملته الانتخابية، بأنه سيسعى لمحاولة إبعاد الرئيس رجب طيب أردوغان عن السلطة من خلال الانتخابات ودعم المعارضة بشكل واضح وصريح، وليس من خلال الانقلابات العسكرية. فهذا أمر معلوم للقاصي والداني، وما تقوم به الصحافة الغربية أصبح كله يصب في هذا الاتجاه.